وحشتوني جدا وسعيدة ومبسوطة قوي ان انا معاكم النهاردة. الحلقة مختلفة، دايما انتم متعودين ان حلقة يوم الخميس بيكون معانا فنانين علشان نعرف عن اخبارهم واسرارهم وكمان نشوف ازاي هيتغيروا معانا، واي واحدة بتشوفنا يبقى عندها حماس كده ان هي تطلع تتغير وتتصور ومن غير اي كسوف، لان الفنانين بيعملوا كده. النهاردة احنا غيرنا بصراحة، وانا يمكن من الحلقة اللي فاتت قلت لكم ان الاسبوع ده هيكون في معانا بنات عادية علشان نرجع تاني لحملة هنتغير ونبتدي حملة هنتغير مع البنات المشتركين. احنا ما وقفناش الحملة دي ابدا ولا حوقفها، ان ده حلمي انا شخصيا ان انا اقدر اساعد كل واحدة بتشوفنا بنصيحة او ان هي تيجي هنا ونبتدي نساعدها على التغيير. ده حلمنا كلنا انا وفريق العمل، بشكرهم دايما على المجهود اللي بيعملوه. وطبعا يعني في النهاية انا ما بطلعش اخد النجاح ده لوحدي. النهاردة كمان فكرنا في حاجة نعملها للناس اللي بيشوفونا، نتكلم على شخصيتنا نفهمها شوية من خلال علم الأبراج. أنا ما بصدقش أبدا أن السنة الجاية هتتجوزي والسنة الجاية مش عارفة المريخ هيعمل إيه في كوكب إيه علشان يحصل لنا كذا، بحس أن أنا مش مصدقة. يعني ما فيش حد يقدر يقول أن السنة دي هتبقى حلوة بس على مواليد برج العقرب أو برج الميزان أو برج الجدي، لكن إحنا هنتكلم على الأبراج علشان نصلح الأمور ما بين الناس وبعضها. دي الحاجة اللي احنا هنعملها النهاردة، لكن مش هنتكلم ابدا على حظك اليوم ولا حظك السنة ولا الحاجات دي. كمان هنتكلم على تفسير الاحلام. كلنا بنحلم وكلنا عندنا احلام بتخوفنا وعندنا احلام بتبسطنا وعندنا احلام بتبقى محيرانا، فالنهاردة كمان هنتكلم على تفسير الاحلام. استنونا بعد الفاصل هنبتدي الفقرات بتاعتنا، وانا متحمسة جدا بقى اعرف مواليد برج العقرب ايه المميزات بتاعتهم وايه الحاجات المش كويسة عشان الواحد برضو يحاول يحسن من نفسه. اكيد احنا لما نسمع مشاكلنا غير لما نحسها يعني. يلا بعد الفاصل هنبتدي اول فقرة مع علم الأبراج. هبتدي معاكم فقرة مهمة جدا، دايما بنقعد نتكلم على الأبراج والتوافق ما بين الأبراج ونجيب كتب قد كده ونطلع مش فاهمين منها حاجة، ندخل على الإنترنت ونقعد برضو ندور عقرب مع ميزان مش عارفة جدي مع أسد، وفي الآخر برضو ما بنعرفش حاجة. أنا من الناس اللي بحب جدا على فكرة أتكلم في الأبراج، بس حقيقي ما بقتنعش بكلام أي حد، مش أي حد ممكن يخليني أركز قوي إن هو بيقول كلام حقيقي وحقيقي من خلال الصفات الشخصية اللي فينا. يعني انا بجد ما بحبش الابراج الحاجات اللي هي مش عارفه السنه الجايه هتتجوز، السنه الجايه هتسافر مش عارفه فين، الحاجات دي ما بقتنعش بيها ابدا. هيكون معايا علاء منصور، هو عمل على السوشيال ميديا ضجه جامده جدا وهو بيتكلم في الابراج وخبير تنميه بشريه. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا دعاء؟ اخبارك الحمد لله. ايه الكلام الكتير قوي ده؟ شفت بقى مقدمه. انا اتغريت في نفسي، انا اصلا برج الاسد وعايش في الدور، انا عايش في الدور اكتر بعد اللي انت قلتيه ده كله. عايز بالدور زي ما انت عاوز. اهلا بيكي، خد الفرصه كامله. انا شرفني النهارده ان اكون موجود معاكي في برنامج. انا سعيده ان هنعمل حلقات كتير مع بعض ان شاء الله، ده شرف ليا. وعاوزين نقول للمشاهدين من البدايه ان علاء هيكون معايا على طول، هكون معاكم حصري على طول، الموضوع خلص. مبدئيا انت زي العسل، البرنامج بتاعك جامد جدا، كلنا بنحب نتفرج عليه. بعد التقديمه الطويله قوي ديت بقى، ايوه، عايزه نبتدي بايه؟ عاوزه نبتدي نعرف الناس الاول ان انت بتصلح العلاقات، يعني علاقات الناس ببعض. انت مش بتقول مثلا برج الميزان هيحصل له السنه الجايه مش عارفه ايه، وانت مزبوط. اصلا قلت لي ان انت ما بتحبش الموضوع ده وما بتقتنعش بيه. بص اقول لحضرتك حاجه، مشكله ناس كتير قوي مع بعض في العلاقات ايا كان نوع العلاقات ديت ايه، علاقه بين اب وابنه، زوج وزوجته، خطيب وخطيبته، مدير وموظف عنده، ان هم مش فاهمين بعض. أيوة ده في دايما ثغره ما بينهم وبين بعض في التفاهم. فانت قلت تصلحها بقى بالابراج. فلقيت ان ناس كتير قوي مهتميه بموضوع الابراج وبنسبه 80% الصفات بتاعتها صح. فقلت ما تيجي علاء تعرف الناس على بعضها عن طريق الابراج بتاعتها. وفي نهايه الفيديو بقول لهم يا ريت ما ننساهمش وعيد ميلادهم، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. فبقيت بعمل في بدايه كل برج فيديو بشرح فيه كل الصفات والطباع والمشاهير من مواليد نفس البرج، بعرفهم للناس، وفي نهايه الفيديو بيهنوا بعض
طيب خلينا نبتدي بقى بالبرج بتاعي انا شخصيا. برج انا برج العقرب، واحنا في يعني دلوقتي مواليد برج العقرب بيحتفلوا بعيد عيد ميلادهم. نبتدي ببرج العقرب. هو احنا مش بنحتفل بمواليد برج العقرب بس ليه؟ يا جماعه الفتره اللي احنا فيها دلوقتي فتره خطره جدا. انتوا عندكم فكره اللي احنا بقى لنا يومين بنحتفل بالهالوين؟ برج العقرب ده بقى يخوف اكتر من الهالوين. برج العقرب فعلاً؟ من مواليد طبعا، وهقول ليه دلوقتي. قول لنا. برج العقرب من مواليد 23/10 ل 21/11. اوكي. الناس بتخاف من ايه؟ الناس بتخاف من ايه؟ المجهول. مش عارفين ايه اللي هيحصل. من الضلمه اللي قدامهم. وهو ده برج العقرب. برج العقرب مشكلته ان هو خلي بالك انا قلت للمشاهدين برج العقرب بس برضه ما اتبوظناش خالص. دي فرصتي اقول كل حاجه، الناس كلها تحب برج العقرب دلوقتي هيعرفوا ايه المشكله. لو كده ماشي. برج العقرب مشكلته ان هو غامض وقامض وصامت، احنا مش عارفين هو بيفكر في ايه. مبدئيا شخصيه قويه جدا، غامض وقامض وقامض وصامت. وصامت اوكي. يعني هو بيدور جواه 100 حاجه احنا مش واصل لنا منها اي حاجه من اللي بتدور جواه. يعني ممكن يكون بيموت فينا لكن مش مبين لنا اي حاجه، ممكن يكون بيكرهنا جدا كان بيضحك في وشنا وعلى طول مبتسمين ودي حاجه تخوف. انت مدركه مثلا واحنا بنتفرج؟ انا على طول مبتسمه، انا في عز المصايب لو عامله حادثه وحد بيكلمني ايه يا دودي انت فين؟ عامله حادثه، فيفتكروني يعني بقول اي كلام. ده حقيقي فعلا، على طول بيضحك. انت مالك بتضحك كده ليه؟ معلش اصل زعلان شويه. متخيله فيلم رعب لو مجانين قصدك؟ السيريال كيلر. السيريال كيلر. استنى بس استنى، سمعتنا قدام الناس. استنى هصلحها دلوقتي، هنقول كل حاجه. اوكي. هما بيضحكوا عشان هما طيبين وبيقولوا يعني هنحاول عشان نضيف عندك في البرنامج، فلازم نقول الكلام ده. وعلى فكره هي قبل البرنامج ده يا جماعه هي رشتني ب 20 جنيه وانا مبلغ. صح، اديته 20 جنيه وتقول ظبطني انا بقى وهو يظبط كل العقارب. مبدئيا العقارب ثلاث اشهر، هما ثلاث انواع مش عقرب واحد. طيب اول 10 ايام طيبين، هما مش طيبين قوي يعني. اول 10 ايام طيبين اللي هو من 21 من 21 مثلا لحوالي 1/11 2/11. وبعد كده العشر الثاني ده الراس، الراس بتاعه العقرب. العقرب ما بيلدغش من راسه. ثاني عشر الجسم. أوكي. الجسم ده اللي بيبقى فيه السم وما بيطلعش غير لما حد يدوس عليه. أوكي. يعني فكري كده بس، تزعليه كده بس تنكشيه هو مش هيسيب حقه. ثالث عشر ده بقى اللهم احفظنا ربنا جاي اللي هو من اخر حاجه بقى اللي هم اخر 10 ايام اللي هو من يوم مثلا 11/12 اوكي لغايه يوم 21. المخرج بيسالني بيقول انت مين فيهم؟ انا 6/11. انت مين فيهم صحيح؟ كم؟ 6/11. انا اللي في النص. كويسه يعني. العقرب اللي في النص اللي فيه يعني السم ده. يعني اللي يفكر ان هو يضايقك اتفضلي. اكتر برج يحافظ ويستميت ويدافع عن حبه لغايه اخر لحظه. يعني ما يخدرش ما يخونش ما. انا دلوقتي بحب انا برج العقرب مثلا، بس الحمد لله مش برج العقرب، انا اسد والحمد لله. انا برج العقرب بحب حد. في مشاكل عماله تحصل لنا، افضل ادافع احاول احل المشاكل. الناس كلها تقول لي الشخص ده غلط، افضل ادافع عنه. اهلي يقولوا لي ما ينفعش، احاول اصلح فيه. في عيب معين، احاول اصلح العيب اللي موجود فيه. وهكذا لغايه اخر لحظه لغايه ما هو كمان عنيد قوي؟ جدا عنيد قوي. يعني عنيد بس ده عنيد جدا. يعني لو كل الناس نصحته ابعد عن الانسان ده لا ما فيش. بصي برج العقرب ما ينفعش حد يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. أوكي. اعمل كذا ليه وما اعملش كذا ليه؟ في النهايه هيوزنها، لو لقى ان هو مقتنع اكتر باللي بيفكر فيه هينفذ اللي بيفكر فيه. برج ما بيقبلش الاوامر بسهوله. ما ينفعش. هو قوي ينف اللي انا مش هسمعك. حضرتك انت هتعدل عليا؟ هتنصحني؟ احنا هنهزر؟ ده انا دارس بره وجوه كمان. لان هو فعلا مطلع جدا، مثقف جدا. وزي ما قلت لك هو بيعمل بلان. بلاش تقول اسرار تانية، انا غلطانه نازله. قلت برج العقرب المخرج هيعرف كل حاجه عني. هو فعلا انتوا كانت مشكله الناس معاكم كلها ان هو مش عارفين انتوا بتفكروا في ايه. فدايما وعايز اقول لك على حاجه، انا ساعات بحس ان هو مش فاهم نفسه. لا هو فاهم نفسه كويس قوي يعني. لا بس يعني في حاجات كتير بجد اللي مش فاهم نفسه الجوزاء. لا ده جنان الجوزاء. مش فاهم نفسه الجوزاء. بس هنخش عليه، هنسيب برج الجوزاء. طب بس انا بحس ان الجوزاء وعقرب بينفعوا قوي مع بعض. بص اقول لك على كل حاجه في الدنيا ديت تنفع مع بعض لما نعرف ايه هي العيوب اللي موجوده في بعض عشان نعرف نتداركها بعدين. اوكي. طب خليني اسالك، اتفضلي. جوزاء واحده ست وعقرب راجل، ينفعوا التوافق بتاعهم مع بعض؟ مين اللي غششك السؤال ده؟ مين هنا برج الجوزاء عايز يعرف الحاجات ديت؟ لا والله خالص، واحد ده برج سؤال. الجوزاء ده سؤال. واحد برج الجوزاء وواحد برج العقرب عايزين يعرفوا التوافق. طيب. مع بعض يعني في الحب.
في الحب. اول حاجه برج الجوزاء ده اخف دم في الدنيا. اوكي بس هو كمان بيحب الدراما. لا هو اللي يعني... هو دراما كوين قوي. السرطان فعلا الدلو دراما كوين قوي. ده الجوزاء ده كده ايه على طول بيضحك كده متفائل بامبي 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 بامبي. هو ده الجوزاء مبدع جدا اجتماعي جدا يموتوا في الاكل والحاجات الحلوه وما يبانش عليهم. اكتر ناس تعرف تشرح لك اصعب حاجه. عارفه ما تخش على حد في فيلم مثلا صعب فيلم رعب فيلم سسبنس فيلم قصه وجيله في اخره تقول لي اشرح الفيلم اشرح لك الفيلم ايه فيلم قرب يخلص. لا برج الجوزاء ممكن يقعد يشرح لك الفيلم كله ولو ما فهمتيش يقعدوا لك من اول وجديد. درس صعب فيزياء احياء كيمياء رياضه يعرف يشرحه لك. قول قواسه طيب هنقوله مره ثانيه نقوله مره ثالثه. واكتر واحد يعرف يسمعك. تلاقي ناس كلها عماله انت تحكي لهم عن مشكلتك محدش طايق ده يسمع. قولي يا حبيبتي ايه تاني. ده حقيقي بيحبوا كمان يعرفوا اخبار الناس قوي تحس انه فضولي شويه. ده حقيقي. يلا حبيبتي احكي لي القصه اللي حكيتها لي 100 مره قبل كده. عندي انا صاحبتي جوزاء احكي لي نفس القصه اللي حكيتها لي 100 مره قبل كده. يلا وما زهقش على فكره. صح وانت هتقولي كذا صح. انا عارف. يلا اتفضلي كملي. بس هو مشكلتهم مشكله ايه بقى؟ هم يا موجودين يا مش موجودين. يعني ايه؟ حبه فوق وحبه تحت. يعني ممكن يغيب عننا 5 سنين ضوئيه ويرجع يكلمنا كانه كان معانا امبارح بالليل. اوكي يا جماعه احنا مش هنخرج حضرتك. احنا اتفقنا على الخروجه ديت من 7 سنين وخرجنا وانا اتجوزت وخلفت عقبال عندك وسميت الولد باسمك. انت كنت فين الفتره اللي فاتت دي كلها؟ اختفوا بدون سبب ويظهروا وقت محتاج تحتاجي ليهم وعندهم الحاسه السبعه. اوكي يا مثلا ممكن تكلمي واحده صاحبتك 50 مره في حاجه تافهه. لا طب خلينا طيب الست الجوزاء مع الراجل العقرب. يعني هو لما يعرف انت هتقول له الصفات بتاعتها هما يليقوا مع بعض. اول حاجه محدش هيستحمل غموض وصمود واموت الجواز العقرب زي الجوزاء. الجوزاء خد قواسة فيسيبه بقى يلعب كل الالعاب. يلا اتفضل اتفضل. انا واحده واحده انا خد قواسة واستحملك واعرف ده واحده واحده. العقرب جد شويه في تعاملاته لكن هو في الحقيقه خف الدم السنين. اوكي فخف الدم مع خف الدم الجوزاء قشطه. لا في تعاون حلو قوي مع بعض وقشطه في صفات مشتركه كتير بينهم وبعض وفي توافق. بس هو برضو التوافق مش ابراج وبس. توافق توافق ثقافه توافق مستوى توافق فكر توافق كل شيء. لان يعني اكيد الظروف المحيطه والظروف اللي عدت علينا في حياتنا هتاثر في شخصياتنا اكتر بكتير قوي من الابراج. بس هي الابراج عامل قوي يفرق كتير جدا معانا في التعامل. اوكي طيب خلينا نقول بقى علشان في ناس كتير عاوزين برضه يعرفوا. ايوه جاوب يلا. طيب هي حد بعت لنا يعني بيقول انه هو برج الاسد وهي برج الميزان ومش متفقين خالص. انا برج الاسد وهفضل اقول انا كتير. برج الاسد عنده الانا دي عاليه قوي. هو واثق في نفسه زياده عن اللزوم. أوكي. قائد رومانسي بس بطريقته. يعني احبك بس اعيشك جوه السجن بتاعي جوه سجن دهب انت هتعيشي فيه. عزة نفسه عنده فوق كل شيء. أوكي. وطموح جدا. واول ما تشوفيه تقول عليه تنك جدا. لكن اول ما تعرفيه هتلاقيه تنك قوي قوي. برج الميزان عباره عن عقل وروقان عقل وقلب اسمه الميزان. الاسد برج ناري يحب يخش اي مكان يتوهج. الميزان برج هوائي حبه فوق حبه تحت شويه لكن بيحسب بعقله وقلبه مع بعض. العقل يدي اوردر للقلب القلب لازم يوافق يا ما يوافقش. القلب يدي اوردر للعقل العقل يوافق ما يوافقش. لازم الاثنين ياخدوا نفس القرار. اوكي ده سياسي ودبلوماسي مؤسسين شويه ما بيبانش عليهم السن. فلو في توافق ما بين الاسد والميزان لا هو في توافق شديد. لكن يبقى المشكله اللي عندنا هنا ايه؟ ايه بقى؟ مش مشكله ابراج. لا ده هم بقى مع بعض. مش متفاهمين. مش متفاهمين مع بعض. هو ساكن في التجمع وساكن في 6 اكتوبر بيضطر ياخد الدائري في مشوار طويل عليه. هو محروق على مش عايزه تشتغل. هو وهي عايزه تشتغل شغلانه معينه هو بيغير عليها قوي وهي مش حاسه ان يعني خليك واثق فيا. يعني خلينا نتكلم على انه لو فعلا في اتنين في ما بينهم مشكله حقيقيه الموضوع مش ابراج. مش ابراج بس. مش ابراج بس دي حاجه من الحاجات الكتير طبعا. اللي احنا هنعملها طبعا. عندك حق. طب خلينا نكمل تاني عشان الناس ما تزعلش. عزرق وعزرق. عزرق وعزرق. الاتنين ابراج ترابيه. يعني ابراج ترابيه؟ يعني اللي هو العزراء والجدي والثور. اول حاجه ان بيفكروا بعقلهم اكتر من قلبهم. اوكي. تاني حاجه طباعهم ثابته. يعني لو لقيتي طريقة هزارهم، طريقة نرفزتهم، تعبيرات وشهم من هم الصغيرين لغاية ما كبروا هي. فريزة بشر، أذكياء جدا، يعني يبص للشخص اللي قدامه
يعرف هو بيفكر في ايه وعايز ايه، ومن خلال بقى الحته ديت يبتدي يتعامل مع الشخص اللي قدامه من الناحيه اللي بتريحه. ينتقد كل الاشياء ولا يسمح بانتقاده، فعذراء وعذراء لا ينفعوا قوي مع بعض. ولسانهم بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه، بينقط دبش اللي في قلبهم على لسانهم، الكلمه تطلع منهم زي ما تطلع منهم. اوكي، فمن ناحيه في توافق، لا في توافق طبعا، في توافق كبير يعني أوي. طيب خلينا نقرا بقى على السوشيال ميديا شويه عشان الناس ما تزعلش مننا. خش على السوشيال ميديا. دلو وجدي، دلو 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 دلو. عجبتني. برج الدلو بنت ولا ولد؟ مش كاتبين. طب بصي بقى، برج الدلو هو برج هوائي طيب جدا اول 10 دقايق. بتفرق لو مثلا هو راجل او ست طبعا صح؟ لا هيفرق عشان اعرف النصيحه اللي هنصحها لهم ايه. اوكي، بس هي في حاجه برضو في برج الدلو في الستات اكتر. ايه بقى؟ انت الشخص الغلط؟ لا ده انا احبك بقى. هم بيدوروا اخر شخص ما ينفعهمش ويروح يحبوه. ده برج الدلو. اول ما تشوفيه اول 10 دقايق هتقولي عليه تنك جدا ومغرور. عدي ال 10 دقايق ديت هتلاقي خف الدم السنين. يقعد يهزر مع كل الناس اللي موجوده. اجتماعي جدا. لما بيحب يحوش فلوس يعرف يحوشها. لو هو مش محتاج حاجه معينه يصرف كل اللي موجود معاه. هو من جواه حزين شويه، ومقابل ان هو حزين شويه هو فاقد الشيء اكتر حد يعطيه، اسمه الدلو. عشان الدلو ده هو دلو الميه، سر الحياه، ويحب يسعد كل الناس اللي حواليه. هو بتاع المفاجآت. يلا نسافر، يلا ناكل، يلا هنمشي بسرعه. ولما يجي يمشي من مكان ما يستأذنش، حاسس ان هو مش مبسوط في مكان هو فيه او مع ناس هو موجود معاهم، يمشي من غير ما يستأذن. امرأة الكوس مع الحمل. سيدي ده احلى علاقة في الدنيا. بجد؟ كلنا ابراج نارية. احنا اتكلمنا عن الحمل. نتكلم عن الكوس. نتكلم عن الكوس بقى. طب لما نتكلم عن الكوس اقول لك مين؟ اقول لك ميرفت امين مثلا؟ اقول لك نجلاء فتحي؟ اقول لك شريهان؟ شايفة العسل؟ يا عيني يا ليلي. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ اول حاجة؟ انا اول مرة اعرف. كل دول قوس. ما يحبوش اللف والدوران. اوكي. ما يحبوش الكذب. كده شخصياتهم قوية جدا. الدنيا تتشال وتتحط من حواليهم وهم قاعدين هم مكانهم. صباح الفل. ومهما يقعوا يعرفوا يقفوا على رجليهم تاني. هم ليه اسمهم القوس؟ ليه بقى؟ لأن القوس عبارة عن السهم اللي بيرجع لورا ويطلع لقدام يسبق كل اللي حواليه. ياخدوا من وقعتهم حافز وتحدي واراده تطلعهم لقدام. اوكي. طيب اخر حاجه، عقرب وحمل، بس هم مش كاتبين عقرب مين وحمل. راجل ومين ست. صعبه شويه لسبب. حمل العقرب، غموض العقرب هيستفز الحمل اللي هو بيتلكك اصلا للحياه، بيقعد متهور. متهور قوي. عاصف اللي هو ممكن يخش في اي حاجه، يخش في اي مشروع صعب، يخش في اي علاقه صعبه، فالعقرب هيستفزه بغموضه. لكن خلي بالك من حاجه، العقرب بيجتذب كل الناس اللي حواليه. طب انا في سؤال ضحكني صراحه، بدور على عروس اختار برج ايه؟ هو انت برج ايه عشان اقول لك؟ ما قالش اصلا، بس هو يعني سؤال مستفز يعني. هو اللي ما كثرش عنهم الجدال يعني. خد الحوت، هو قال متهيألي اللي ما كثرش عنهم الجدال فهو برج الحوت. طيبين قوي يا خال. وعندنا الميزان عالي وروقان، وعندنا القوس اللي معرفته احسن من الفلوس. حلو ده كده. كلام كبير. ثلاث ستات اختار منهم، بس انت هتمشي تقول مين. طيب العقرب برضو سؤال تاني على العقرب وشهر اغسطس. هو شهر اغسطس ده في اللي هو شهر 8 في اسد وفي عذراء. مش كاتبين. فانت عايز ثواني. 19/8 19/8 ده اخر برج الاسد. اوكي. طب عقرب واسد خالص خالص. أسد طب هو وطور. بيقول اسد وتور واسد وعقرب هياكلوا في بعض. أوكي. الاسد عايز اللي ياخده لقد عقله. احنا كويسين مع بعض اهو، احنا اصحاب. صحاب زي الفل. انت اسد وانا عقرب. صحاب زي الفل، لكن في علاقه ما ينفعش. ارتباط لا. اوكي. هو تمشي يعني، احنا لو ضغطنا عليها تمشي. بتمشي بقى بكوارث. لو ضغطنا. بس هي محتاجين اتفاق. لا بيقول لك لو. محتاجين شويه اتفاق. ليه بقى؟ لان الاسد بيحب اللي يكبر له في اقل حاجه صغيره هو بيعملها. بيحب اللي يهتم بادق تفاصيله. والعقرب ما عندوش وقت، حلو. ما بيعملش كده. لا العقرب عنيد جدا. يعني كمان اقول لك حاجه، الاسد قائد بيحب يؤمر. احنا قلنا العقارب ما بتقبلش اوامر. حاجه تانية، انا عايز دايما الاسد عايز دايما وهيعنده يعني. هو لو هيطلب وهو بيؤمر مش هيعمله حاجه. الاسد عزه نفسه دي هنا. لو قلت لي روحي في ايد وعزه نفسي في ايد، اقول لك يلا موتني وخلص. بس عيش بعزه نفسي وكرامتي.
فعشان كده علاقه صعبه شويه. غير حاجه تانية، الاسد عايز الحاجه اللي قدامه اللي مفهومه. ده قاعد قدام، دي العرض قاعده قدام عامله كده، يعني حضرتك بتحبيني ولا بتكرهيني ولا بتقومي تضربيني، انت عايز ايه بالظبط؟ مش باين. استفز شويه. مع الاسد. العرب عسل. ماشي، هقول الوقت خلص ولا اقدر اسال تاني؟ ينفعش اخر حاجه يعني؟ اخر حاجه. طيب ماشي، السرطان مع ميزان. السرطان مع الميزان. السرطان ست وميزان راجل. الميزان حلو جدا، هو السرطان رومانسي قوي. السرطان يفكرك برومي وجولييت، عنتر وعبلة، الحاجات ديت في الرجاله. شايفه قمر يا ليلى يا حبيبي في الرجاله كده. رومانسي، ويحب الليل، يحب القمر، يحب اهله جدا خصوصا امه. بس ايه، السرطان على طول مبتسم قدام الناس، بتاع شغل جدا، لكن اول ما بيحس بخطر او اول ما يحس ان هو مش هيقدر يظهر الابتسامه دي كتير، فيتقوقع على نفسه ويبتدي ينكد على نفسه. وانتقامي يعني ما يسيبش حقه، والعرب انتقامي ما يسيبش حقه. فيبهدله حقنا، لان الاسد متسامح، بقيه الابراج كلها متسامحه. لكن ميزان، طب ميزان وسرطان، الست السرطان حلوه قوي، علاقه طيبه كويسة. وام جدا في نفسها كده، علاقه كويسه. واحب اقول نصيحه للناس. عايز اقول نصيحه، العلاقات مش بس ابراج. العلاقات الناجحه هي الناس اللي بتشغل عقلها مع قلبها مع بعض. مشكله ناس كتير قوي ان هم بيشغلوا عقلهم بس يا قلبهم بس. واحده حبت واحد او واحد حب واحده وما شغلش ده. يا ابني في فروق كتير قوي بينكم وبين بعض. مفيش فايده في الاخر، بيندموا. بتلاقي طبعا مثلا 10 سنين كده حب وهيام، 10 سنين لو كملوا 10 سنين في الاخر. بالظبط، لو كملوها. لا، هي المشكله ان الناس فعلا بتقعد تكافح قوي ان العلاقه تستمر، وبعد كده بتفشل. قلتي حاجه حلوه قوي بقى. الاقي واحد ما تكافحش عشان ولا واحد او واحده تيجي تقول، يقولوا لي ايه، احنا بقالنا 5 سنين في مشاكل وخناقات، وحضرتك كنت محتاج كام سنه عشان تعرف ان كنتوا ما تنفعوش لبعض؟ ايوه، 5 سنين. خمس سنين بتتخانقوا ولا معاكم مع بعض؟ ده حقيقي. طب انت المفروض انت من اول شهر تعرف ان اللي قدامك ده ما ينفعش. المشكله ان احنا هنا بنفكر بشكل تاني، فكر ان عندنا اولاد ومسؤوليه، عندنا مش عارفه ايه، محدش بيفكر في حق حياه التاني. ان انت بتسرق حق ده لسه من الخطوبه، من حد حياته، ده من الخطوبه الكلام ده، او من الخطوبه، او من الخطوبة. بيبقوا صحاب على فكره، ده كمان يعني اللي يغيظ اكتر. يا بنتي ما ينفعكيش. يا ابني ما تنفعكش. ده حقيقي. بحبه، بحبها، حبك. فطبعا النتيجه بتبقى عامله احنا نتمنى للناس طبعا السعاده، واحنا بننصحكم واوعدكم انا ويعني وعلاء، لسه في ابراج كتير قوي هنتكلم عليها. اخر حاجه، البرج العقرب، نصيحه كده تخلي حياته احلى كده شويه. نصيحه تخلي حياته احلى. يلا دي. ارجوك يا عقرب، ارجوكم يا عقارب، يعني ادونا حته كده نبذه مختصره عنكم، فهمونا اي حاجه كده واحنا نحاول نفهم الباقي. بلاش الغموض اللي موجود قوي في حياتكم ده، غموضكم كويس ليكم بس مش كويس لينا. حلو قوي احنا بنبقى فاهمين بنتعامل مع مين. هو اي نعم انا غششت الناس ازاي تتعامل معاكم، بس ادونا حته كده من عندكم. الفقره خلصت. الفقره خلصت، مش هقول اي كلام، دي نصيحه. فقرتنا خلصت، استنونا لسه مكملين حلقتنا. ميرسي جدا. 'ابتدي معاكم فقرتنا، وفقرتنا مهمة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير قوي. بنحلم أحلام ساعات إحنا بخيالنا، وساعات بتجيلنا الأحلام وإحنا نايمين، بنصحى مهدودين وبنفكر وخايفين يا ترى تفسير الحلم ده إيه، وساعات بنقعد نفسر لبعض، وساعات يعني تفسير الأحلام اللي إحنا بنفسرها لبعض للأسف بتكون غلط وبتبقى حاجة مش كويسة أبدا. فالنهاردة هتكون معانا مفسرة الأحلام أسماء سالم، أنا سعيدة بيها جدا، ويوم ما جت معايا في الحلقة اللي فاتت انا كنت مبسوطه قوي، فادتنا وفادت ناس كتير، وناس كتير حبوكي قوي. منورانا، ربنا يخليكي، البرنامج بتاعك هو اللي جميل ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك. يعني انا حاسه ان انت بعيده عن اي حاجه، انت موهوبه، ان انت فعلا كلامك يبقى بيريح الناس قوي. حبيبتي ربنا يخليكي. اسماء، دايما احلامنا بتبقى حاجه بتخلينا خايفين. اكيد. وهو فعلا غلط ان انا احكي لاي حد عن حلمي؟ طبعا. احنا لو هنتكلم طبعا طبقا للسنه، طبعا غير مستحب ان انا افضل اقول بقى منامي للناس. للناس، لاي حد ما يبقاش على درايه بعلم تفسير الاحلام، لان ده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال لنا وامرنا في حديثه الشريف بان نقص رؤيانا الا على عالم او لبيب. يعني حد يبقى ربنا رزقه بهذا العلم او هذه الموهبه.
او حد يبقى ناصح بيتمنى لي الخير، فما يجيش يقول لي مثلا المنام يبقى فيه حاجه سيئه فيجي يخبطني بقى الحاجه كده يا دودي مره واحده في وشي ويقولها لي فيضايقني ويقفلني خالص من الحياه. يا اما تبقى حاجه كويسه ويبقى جواه مش بيحب لي الخير فيقول لي حاجه وحشه عشان يخليني طول الوقت ابقى قاعد برده متضايقه. فبقول رؤيتي للي بحبه او اللي هينصحني بالخير يا اما خلاص ما اقولهاش. طيب هو في فرق ما بين الكابوس والحلم؟ طبعا هو لا، الكابوس والحلم هما الاثنين شق واحد، بس احنا اللي بنقول كابوس على اساس انه ده وحش بالضبط يعني. هو الحلم من الشيطان، فبالتالي هو كابوس، هو شيء مش لطيف بالمره. لكن الرؤيه دي بتكون من الله عز وجل وبتكون ان شاء الله يا اما مبشره يا اما منذره. طيب السؤال مهم جدا كلنا بنقوله لبعض، هو انا لو حلمت بحد متوفي بيتكلم او ما بيتكلمش بيديني، هي رؤيه المتوفي دي هو فعلا يعني بتيجي حاجه من روحه؟ هم الاموات بيؤذن لهم انهم يجوا في الرؤيه، لانه ممكن ابقى انا كابنه مقصره مثلا في حق والدي مثلا، مش بدي صدقه على روحه بالظبط كده، فيجي بقى جعان، يجي عطشان، يجي تعبان، فبقى عارفه كده من المنام ان هو يحتاج للدعاء والصدقه. فطبعا ولو بس مثلا ان هو زعلان زعلان طبعا يبقى في حاجه اكيد مقصر فيها الرائي الابن. في ناس بتقعد تقول مثلا هو بيجي زعلان عشان مش كويسه في حياتي، مش كده، لما يبقى متضايق عليها، لما يبقى زعلان عليها في حاجه يجي مثلا يواسيها كده، يبقى في حاجه معينه مثلا هي بتمر بيها، ويجي المتوفى يخفف من هذا الامر على الرائي. فدايما حتى يقولوا لك ايه، يا ريت كنت شفت بابا في المنام، انا بقالي فتره ما شفتش ماما بقالي فتره، لو كنت شفتها كنت هبقى صاحيه مرتاحه، كنت، لان انا بمر بازمه، بمر بمشكله. فهي سبحان الله بتبقى رؤيه للتخفيف والتهوين على النفس. طيب جالنا يعني انا هرد على كل الرسائل اللي جات لنا الكتير قوي لأحلام الناس بعتوها، بس أنا عاوزة أسألك، هو في حاجة مثلا ممكن أعملها فتقلل الكوابيس طبعا او رؤى الاحلام اللي هي مش كويسه؟ اول حاجه هقول لك على حاجه يا دودي، دايما الضغوط النفسيه بتدخلنا جوه المتاهه دي، اول حاجه. فما ينفعش ان انا طول الوقت ابقى عايش تحت الضغط النفسي والتوترات، طول ما انا متوتر وطول ما انا مضغوط لازم ده هينعكس على المنام عندي، هتلاقي نفسك بتتخنقي، هتلاقي نفسك بتغرقي في بحر، هتلاقي حاجات كده بتنعكس من نفسيتك ومن الضغوط. لكن لو احنا اتبعنا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان احنا قبل ما ننام بنتوضى، بننام على الشق الايمن، بنقول اذكار النوم، دي حاجه كويسه جدا جدا، وان شاء الله تفيد في اننا يعني ما نشوفش حاجه سيئه. اوكي تمام. معانا حد يعني كان باعت مسج، هي بتقول انا خطي بيحلم ببابايا وهو متوفي وبابايا كان زعلان منه. يبقى الخاطب نفسه، لان ما يعلمه الاموات لا يعلمه الاحياء، فالخاطب نفسه في شيء، اما انه يكون على خلاف مع بنته، او انه يكون في شيء في طبعه مثلا مش لطيف، فجاله هو بالظبط كده رساله بتقول له خد بالك يعني. في معانا محمد بعد بيقول انا حلمت ان انا بقع من بلكونه او شباك كتير كذا مره. تمام. انا رؤيه السقوط يعني كان لازم طبعا اعرف بعض التفاصيل عن رؤيه، لان رؤيه السقوط ليها شق نفسي ولها شق تاني في التاويل. شق، وكمان انا عايزه اقول لك كمان حاجه يا دودي، واحنا نايمين ممكن الاقي نفسي احس وانا نايمه ان انا بقع من على السرير، واقوم فجاه الاقي نفسي اتفزعت ولا بقع وما بكملش، واقوم كده مخضوضه. دي بتبقى حاجة بيقول لك يعني سمعت وقرأت انها بيبقى في عضو في جسم الانسان يعني مش تمام، مش مظبوط، هو نايم بيبتدي هيتوقف متضرر من وضعيه النوم بالظبط كده، فيقوم حاجه بقى تنبهه لانه يقوم علشان خاطر وظائف الجسم ترجع لطبيعتها. لو هنقول انه في طبعا انا ما اعرفش ايه ظروفه، لكن لو هنقول من جانب التفسير وهنقول لها رمزيه، فهو شيء
هو في شيء كويس يعني هيغزل فيه، هينزل هيقل، مش هيبقى في المستوى اللي هو فيه فياخد باله. اوكي طيب. معانا ام بسمه بتقول انا دايما بحلم اني بطير في العالي وبتكلم اللغه الفرنسيه بطلاقه. ما شاء الله. عجبتني قوي. على فكره انا كنت برضو حابه ان انا اسمع منها، لكن واضح لو هي بتسعى لسفر او بتفكر في فكره السفر للعمل فهي ربنا هيوفقها وهتنتقل من مكان لمكان، لان الطيران هو انتقال من حال لحال، ومعنى انها تتكلم اللغه الفرنسية مش بتتكلم اللغة بتاعتها، يعني هتعمل في مكان آخر، في انت هتنتقل لمكان آخر. وفي الغالب هتبقى دولة برا، مش هتبقى كده لو هي بتدور بالفعل. طب يا ريت يا أمه بسمع يعني إن شاء الله. معانا محمد عبد الرحمن بيقول الحلم بالجن والعفاريت إيه تفسيره؟ تمام. لو سمحتوا أنا حلمت كذا مرة بكده. تمام. أقول له استعيذ من الشيطان، لأن ده حلم الشيطان اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليه يا دودي دلوقتي، بيجي للبني آدم علشان يفزعه ويلقي في قلبه الرعب، فيقوم طول اليوم بيفكر في تفسير المنام، وطول اليوم يومه بقي خلاص منصب على أنه يعرف تفسير المنام، ومشغول ومتضايق ومتوتر وينسى ذكر الله. فنقول له استعيذ من الشيطان، ده مش دي حاجة مش من الله عز وجل. يعني من الشيطان. من الشيطان. طيب معانا مديحة حلمت بواحدة بتقرا لي الكف وقالت لي مستقبلك فاضي وما فيهوش جديد. انا عايزه اقول لك حاجه يا دودي، هي واضح كده برضه من النوم تضربيها. هي واضح انها حد شويه منشغل بعلوم الغيبيات. أوكي. يعني حد بيسعى ورا الامور دي، ممكن تكون ارتدت راحت لحد من اللي يعني بيطلق عليهم شيوخ وهم الدجالين، ممكن تكون بالفعل راحت لحد من هذا القبيل من اللي بيقروا الكف. يعني انا انصحها انها تحاول لا ما تدورش على علوم الغيبيات. اوكي طيب. معانا ماجي بتقول انا بحلم بجمل بيجري ورايا. تمام. عايزه اقول لها يعني يا ماجي تحلي بالصبر، تحلي بالصبر، لان الجمل معروف عنه انه صبور جدا جدا جدا، معنى انه يجري وراها هي مطلوب منها انها تصبر، بلاش تتسرع في بعض الامور ويعني وتحكم على الامور بسرعه، لا تتحلى شويه بالصبر. معانا رساله كمان من جانا بتقول على طول بحلم بحماتي بتطبطب عليا. تمام. هو انا ما اعرفش حماتها متوفيه ولا عايشه، بس احنا هنقول لو هي عايشه يبقى ان شاء الله باذن الله في بعض المواقف هتكون هي لها سند باذن الله فيها، مش هتبقى جايه عليها باذن واحد عنها. هو المنام فسر نفسه يعني منام طيب باذن الله. معانا مسج تانية بتقول حلمت بحد معايا قاعد زعلان وجنبه طفل صغير خالص. نونا يعني بيبي. لا ده ملهوش اي تاويل وما تحطوش في الاعتبار، دي اساسا مش رؤيه من الله. اطقس احلام وحاجات كده بتبقى في الفيلم، بتقعد تحلم تجري وان هي لقت فلوس وحاجات كده. ايوه في حاجات بتبقى منها يا دودي رؤى، ومنها اقدر اقول لك بتبقى تمني، تبقى اطقس احلام. حاجه انا بتمناها ان انا ابقى ربنا ييسر ويبقى معايا فلوس وبتاعي وكلام، فلاقي فلوس فبقى مبسوط بحاجه زي كده، دي تمني. فلا هي ما تشغلش بالها، هي مش رؤيه من الله. حلم من ناصر بيقول انا بحلم ان في اموات بيجولي في الحلم صحيين وعايزيني اروح معاهم، جدتي الله يرحمها بتجيلي على طول في الحلم وعايزه تشدني وتقولي تعالى، وانا افضل اقول لها لا لا مش عايز اروح، تقولي تعالى عندي احسن واروح معاها المقابر والاقي القبر مفتوح وفي اموات جوه وشكلهم وحش جدا، اروح امشي وهي تفضل تشد فيا ومش عايزاني اروح مكان تاني، يعني اقول لها لا انا خايف من شكل الميتين اللي جنبها. تمام. طيب انا هقول لك حاجه يا دودي، هو طبعا دي رؤيه، اقدر اقول له كلمه واحده بس. هو يطمئن تماما، هو في بركه في عمره لانه الحمد لله لم يدخل قبر او الكلام ده كله. بيوصل معاها لغايه المكان لكن ما بيردوش. هو بيقول انا كمان صحيت والفجر بيأذن. هي ملهاش علاقه، وقت الفجر مستحب فيه الرؤيه، ولكن في اي وقت بتكون رؤيه. ولكن ايضا في شق تاني في الرؤيه بتاعته واضح انه كمان بيعدي بازمات شديده شويه في حياته، ان شاء الله باذن الله يجتازها. هي بعض الامور ميؤوس منها في حياته لان رؤيته للاموات انه يشوف اموات ويشوف القبور زي السجن لانها بتشير للضائقه، والاموات تشير لحاجه ميؤوس منها لان المتوفى
ميؤوس من روحه. فهو واضح انه كمان بيعدي ببعض الازمات اللي ان شاء الله باذن الله يجتازها ان شاء الله تعالى. اوكي طيب معانا حلم تاني بتقول حلمت ان انا بشتغل في مسرح وفجاه وانا في المسرح نزلت من عليه وبصيت لقيت ان المسرح بقى الحيطان بتاعته زي شباك على السماء وفي ستاره والستاره دي كان وراها السماء مكتوب عليها زي قران ومطره وصحيت والحلم بيقول يعني هي بتقول انه صحيت على كلمه محمد. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هو طبعا رؤيه واضح انها في توفيق في الجانب العملي باذن الله تعالى علشان خاطر كانت على مسرح ففي علو شان باذن الله لان دايما خشبه المسرح اعلى من القاعد بالظبط كده فهي في علو شان باذن الله وكمان لقيت شباك ومفتوح على السماء فدي ان شاء الله لها دعوه مستجابه وان كانت غير مرتبطه فربنا هيرزقها بشخص ان شاء الله محمود لان اتردد معايا اسم محمد او محمد وده اسم مشتق من الحمد فهي ان شاء الله باذن الله هترزق بشخص محمود الطباع والخصال باذن الله. طيب لسه الحلم ليه بقيه وقبل وفي بدايه الحلم كنت شايفه ناس بيعملوا افعال مش لطيفه. تمام لا ملهاش اي تاويل خالص دي ملهاش معينة رمزيه داخل هي مش قايله هم بيعملوا ايه مثلا بالظبط لكن هي لا هي دلالتها في الجزء اللي قلناه. طيب بتقول السلام عليكم ماما حلمت بانها في جنينه وانها شافت حوض زرع ولقت وردتين متفعصين في ايديها وفي الثالثه مربوطه وبتفكها. طيب تمام هو انا عايزه اقول لك يا دودي هو واضح ان لها اثنين من الابناء بيمروا بكرب بيمروا بضائقة حالهم مش قد كده يعني مضرورين في شيء يعني هي بتقول كمان ان والدتها ان هي شافت والدتها المتوفية هي وخالتها تمام المتوفية برضو قاعدين مع بعض تمام وماسكين وردة وماما واقفة قدامهم وماسكة ورد جميل قوي ومفتحة وريحتها جميله جدا لدرجه انها صحت من النوم وريحه الورد لسه شمها. تمام حلو خلص هو زي ما قلت لك في الاول الوردتين وهي بتقول ان هي فعلا هم متوفين في الحقيقه متوفين ما انا بقول لك هو ليها في اثنين من الاخوات الامر معاهم مش طبيعي بس كده ظهرت ووضحت اكتر بانهم متفعصين يعني مش عايشين بالظبط كده بس في كمان سواء ابن او ابنه حد فيهم برضو هيعدي شويه بضائقه لان بتقول كانت بتفك عن الورده او حاجه زي كده تقريبا وبعدين فجاه الورده كانت في ايدها ريحتها كويسه وريحتها طيبه فان شاء الله في تحسن لاحد ابنائها اللي بيعدي بالضائقه دي باذن الله تعالى ربنا هيجبرها فيه باذن الله. واحدة بتقول مامتي حلمت انها كانت ماشية على البحر وكان هادي انا بتهيألي ليه برضو تفسير وكانت بتمشي متزنة ومش خايفة يعني هي ماشية فوق البحر. تمام المشي فوق البحر عايزه اقول لك بيبقى صلاح دين بيبقى حد كده بينه وبين ربنا ان شاء الله باذن الله تعالى عمار ودينها هينصلح اكتر واكتر باذن الله يعني واضح انها انسانه نحسبها على خير ان شاء الله ان شاء الله. انا بحلم اني عاجز وصوتي رايح ومش قادر انادي على حد وببقى مهموم جدا في الحلم حلمت الحلم ده اكتر من مره واضح جدا ان في ضائقه وفي مشكله بالفعل هو بيمر بيها لكن مش لاقي لها حل مش لاقي عشان كده صوته مش طالع بالظبط كده عشان كده بيحس انه عاجز عليه انه يتصدق بنيه تفريج الكرب ده ان شاء الله وباذن الله يلتزم الدعاء وربنا هيكرمه باذن واحد احد ان شاء الله. في برضو حلم غريب قوي هو بيقول انا بحلم ان انا بحارب الناس اللي بيعبدوا النار. طيب حلو قوي ده على فكره منام كويس جدا ومنام طبعا هو انسان ما شاء الله عليه نحسبه على خير هيستخدم باذن الله يعني ربنا هيستخدمه للاسلام باذن الله تعالى ان شاء الله وهيحارب اي شيء ان شاء الله سيء او من حوله ما يكونش لطيف. معانا برضو يعني حلم تاني بتقول انا متزوجه وحلمت بخبز في الفرن حلو يعني. طب حلو قوي احنا بنقول عليه كده عيش تمام عيش فالعيش معيشه
وده معنى انها تشوفه وهي انسانه متزوجه، يبقى ان شاء الله طيب في العيش باذن الله، وسعه في الرزق، وحياه طيبه هنيئه باذن الله تعالى. فهي حاجه كويسه في المعيشه، وان شاء الله خير باذن الله. للاسف وقتنا خلص يا اسماء، بس كان في رسائل كتير قوي، هتوعدينا ان شاء الله المره الجايه تبقي معانا ونفيد الناس بشكل اكبر ان شاء الله باذن الله. ميرسي. سعيدة جدا ان انا في دبي وفي دولة الامارات، وسعيدة اكتر ان انا ببتدي معاكم فقرة التجربة اللي بتفيدني انا شخصيا، وتفكيري بيتغير، وببقى سعيدة ان في نماذج ناجحة في الوطن العربي. التجربة الاماراتية هي اللي حبينا نبتدي بيها، ودبي العيشة فيها مختلفة، واللي جه على الامارات عارف يعني ايه كلمة امن وامان. هنا ممكن فعلا تسيب بيتك وتنزل الشارع وترجع تلاقي بيتك زي ما هو. احمد انا سعيده ان احنا لسه بنلف. زي ما دعاء اتكلمت عن الامن والامان، وازاي دوله الامارات متقدمه جدا في مجال الحراسه والامن والفعاليات، النهارده احنا معانا استاذ سيف حارب بن حاضر، مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه اسك انترناشونال للحراسات وامن الفعاليات. اهلا بيك معانا استاذ سيف. اهلا وسهلا، انا نورت دبي. ميرسي جدا، احنا سعداء ان احنا معاكم، وسعداء ان انتم رحبتوا بينا علشان نشوف النماذج الناجحه، والشباب العربي اللي بيشوفنا يقدر يستفيد ويبقى عندهم كمان افكار مختلفه يقدروا يوصلوها لبلدانهم ان شاء الله. ان شاء الله. دخلت العالم ده ازاي، او مجال الحراسات وتأمين الفعاليات؟ اولا انا خلفيتي من ناحيه العائله عسكريه، فنشأت في البيئه اللي هيئتني يعني على الاقل فكريا اوكي في دخول المجال هذا، ومع تطور دبي طبعا وشفت ان المجال مفتوح للعمل فيه، وطبعا الحمد لله الوالد ساعدني في البداية أني أفتح الشركة هذه، وصارنا 15 سنة الحين الحمد لله. 15 سنة. نعم. يعني أنت بتشتغل وأنت لسه في بداية العشرينات. نعم لأنه تقريبا دلوقتي سنه مش كبير. أيوة. يعني أنت دلوقتي تقريبا في الثلاثينات. نعم. واشتغلت من وانت في العشرينات. نعم. طيب إزاي دبي يعني وفرت لك أو ساعدتك أن أنت تطور المجال ده؟ دبي خلقت البيئة اللي تهيئ الأرضية لكل الشركات في شتى المجالات للعمل والتنافس عليها الحمد لله. وفي المجال الأمني وأمن الفعاليات دبي ما شاء الله كل أسبوع فيها مؤتمر أو معرض أو حفلة غنائية، فالمتطلبات موجودة. موجودة. نعم نعم. والدولة بتسهل عليكم كمان يمكن تفاصيل كتير. نعم نعم بالتأكيد بالتأكيد. الدولة صرحت لهذه الشركات مزاولة العمل هذا، مزاولة النشاط. نعم. وعطتنا يعني جزء من الصلاحية اللي نقدر نشتغل فيها نحن، ونوفر الخدمات بأعلى المعايير لراحة الجمهور وزوار دبي. انتوا عندكم دايما الموظفين في الشركه لازم يكونوا خدوا دوره تدريبيه ومعاهم رخصه. نعم. بمزاوله المهنه. نعم نعم. كل موظف عندنا لازم يدخل كورس الحكومه تطلب من هذا الشيء من الحكومه، من الداخليه. نعم نعم. مثلا لما شرطه دبي مثلا كاماره دبي، شرطه دبي تطلب من كل موظف دراسه حتى يحصل على اللايسنس انه يشتغل، الرخصه انه يشتغل مزاوله النشاط. نعم نعم. اوكي.
يعني الدراسة دي بتبقى دراسة ميدانية، دراسة نظرية عملية، بتبقى عبارة عن إيه يعني الدراسة؟ تدخل في بعض المجالات، يعني إن هي أهم شيء معلوماتية، إن الموظف يعرف شو نوعية الناس اللي يتعامل معهم، من هم، إيه صلاحياته وكيف كيف تعامل مع ال 208 جنسية الموجودين في الدولة. أنا لاحظت حاجة غريبة قوي يا دعاء، حتى وإحنا في دبي مفيش عسكري مرور في الشارع، مفيش بوابة أمنية على مول، مفيش حد بيفتش شنطكم وأنتوا داخلين المولات، مش شايفين أي حاجة، إحنا طول ما إحنا ماشيين مش شايفين مين اللي بيحرس. يعني أنا عايز أعرف منك مين الحراسة دي جت، أو السيستم النظام ده جه إزاي؟ الحمد لله بعد الله وبعد حكامنا القانون عندنا سائد في الدولة، قانون البلد، قانون البلد سائد فوق كل إنسان. حاجة مهمة جدا تأمين مباريات الكورة، جمهور الكورة جمهور عصبي طبعا، مش عصبي، يشوف الكورة حماسي يتحمس هذا، فممكن في أي ثانية أو أي شيء، يعني شخص يطلع من طوره مثل ما نشوف المباريات الأوروبية يطلع على الملعب مزبوط. فأنت كشركة أمن فعاليات، هذه الفعالية عندك أنت مش مهم عندك الكورة، أنت مهم عندك سلامة الجمهور وسلامة اللعيبة وسلامة طيب المكان. ده انت بتطبقه بناء على معايير انت بتاخدها من الداخلية او الجيش، ولا ده نظام انتوا ابتكرتوه كدراسات امنية؟ انت عندك مداخل مثلا، مداخل معينة، يعني مثلا في انت ملعب شو يحتاج الملعب، مثلا تدرس الكمبيوتر مثلا، نقول لك الكمبيوتر مثلا اذا تدخل من ناحية الاكسل انت عندك المربعات هذه ولازم معادلات معينة، فلكل فعالية معادلة. خلينا نعرف فرق كمان المطربين والحفلات، زي ما بتقول لنا ايه الفرق يعني لما لا طبيعي إذا, اذا اذا جبت مغني هيفاء وهبي نوع جمهور هذا راح يكون صغير في السن، راح يكون المغني اكثر، جيب لي مغني كبير بالسن مثلا ما يحضر لي اسمه مثلا محمد عبده، خلينا نقول محمد عبده مغني كبير وله تاريخ، سنه مختلف. عرفنا يمكن مدير المكتب بتاعك معاك هو خريج اصلا عسكري. هي الميزانيه هذه، هي الخلفيه العسكريه في كمدير عمليات تحتاج العسكري، لانه هو عنده الاستراتيجيه، نعم، التقدير والتقييم العسكري الامني من منظور امني، ومن ناحيه تعرف اذا انت في العمليات معناته انت تضبط الموظفين والانضباط، انضباط، فهو يسيد الانضباط اذا كان هو، لان العمليات هي جزء كبير من 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 دور الفعاليه. يعني هو بينظم العمليه اكتر، يعني الخلفيه العسكريه دي بيستغلوا خبرته تقريبا، هو بيكون حد كمان عنده خلفيه عسكريه كبيره بيستغلوا خبرته بس في الاستراتيجيه مع المدنيين، مش كخلفيه عسكريه تطبق عسكريه. لا صح، يعني انا كمان في حاجه مهمه جدا قبل ما نبتدي نسجل، اتكلم معانا على الافراح وتامين الافراح والسيدات اللي بتامن، احنا دايما عندنا مشكله انه اي حد بيدخل يصور وبيزعج الضيوف اللي موجودين في الحفل. هذه الفكره بدت من 8 سنوات. صاحبي جاني قال انا سيف انا متزوج، ومثل ما تعرفون افراحنا بالامارات يعني مفصوله السيدات والرجاله وحدهم، نعم، فقال لي انا احتاج مساعده منك، يعني احتاج حراس يضبطون الدخول القاعه، قسم الحريمي نعم، حراس النساء اوكي، يعني يكونوا عند الباب يدخلون المدعوين فقط، يحرصون أن ما في تصوير، يكون مجتمع محافظ. هي دي أكبر مشكلة. فهي الفكرة هذه بدأت من قعدة كوفي شوب يعني. بس وجيت وفكرت فيها وجبنا شفنا الموجودين عندنا من النساء، قلنا لهم يلا في عرس راح نعمله، هذا عرس صاحبي، أنا بعد أنتوا روحوا. اوكي. وخذوا تعليمات اصحاب الفرح. ايوه هم الحاجات اللي بتزعجهم بالضبط. وجيبوها. دي فكره حلوه. اسمعوا الكلام اليوم وجيبوها، ونحن بناء على خبرتكم انتم وتجربتكم راح نكتب نوع معادله جديده بالنسبه لافراح النساء. ايوه. ومنها بدات معارض النساء، عروض الازياء، هذا اشياء، لانها يعني اشياء نسائيه فقط. نسمع شركه امن وحراسات وفعاليات ان هي تكون بتامن مناسبات خاصه، دي حاجه كويسه قوي. وانت كمان كنت اتكلمت عن الدبلوماسيين والنجوم. نعم، في اشخاص في نجوم
في اشخاص كانوا على نعم وشخصيات دبلوماسيه. نعم نعم مش دبلوماسي، دبلوماسي سابقا اليوم هي خارج السلك. خارج السلك. لان الدبلوماسي اللي في الخدمه الدوله هي اللي نعم طبيعه الحال. نعم الاشخاص هاي كانوا في يوم من الايام مين ما كانوا ايوه، واليوم صاروا ناس عاديين بس يعني بس بحكم شخصيه بحكم الاجنده اللي كان بيتبعها. نعم. فيحتاجون حراسه، يحتاجون الى شخص عارف بالبلد، حراسه شخصيه، عارف مداخل مخارج البلد، عارف الشوارع وين الزحمة وين الازدحام وين الطرق البديله. انت بتعمل دراسه لكل الطرق وهيمشي نعم ازاي، هيروح نعم فين ويجي نعم هيقابل نعم مين. يعني ان شاء الله يا دودي لما تيجي تقابلني كده هنتفق مع الشركه بقى دودي يعملوا ايه تامين خاص تامين عشان ان شاء الله. طيب في حاجه برضو كمان مهمه جدا، انت قلت لي انه ما فيش حد بيمشي بتامين مزعج للناس هنا. كل الناس حتى لو معاهم حراسه شخصيه بتبقى مش مزعجه للناس اللي حواليها، لان اهلها حراسه. أهلها حراسها. هذه الفكره، هذا الفكر عندنا العام، يعني كل واحد حريص على بيته. فما بالك اذا كانت دوله بيتك. انا اسمع ان حاكم الاماره شيخ محمد بن راشد المكتوم حفظها الله بينزل الشارع، وده حقيقي ودايما فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. ده حقيقه، ده بينزل يعني هو موجود 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 في التصوير والاعلام. ما شاء الله، يعني دي زي ما هو قال اهلها حراسها. امن الامان نعمه، يعني هذه سبحان الله من الله ومن حكامها وقادتها وقانونها السائد. اذا هذا العمود قوي خلاص ان شاء الله الباقي كله يهون. نحن جزء من المنظومه، نحن ليس المنظومه، نحن جزء من المنظومه هذه اللي نحاول في نهايه اليوم ان نريح الناس من نريح الناس وزوارها، خصوصا دبي مدينه سياحيه. مدينه سياحيه وعليها اقبال ضخم يعني اكيد. هم بيطبقوا النظام، هم استمدوا من القانون وبيطبقوا النظام والناس بتساعدهم على تطبيق النظام، فده خلق اللي احنا بنتكلم عنه. نعم. طيب بتستعدوا ازاي لتطوير الشركه؟ يعني انت ابتديت بشركه صغيره بقت شركه كبيره، اكيد عندك احلام تانية ما وقفتش عند هنا. احلامي هي احلام مدينه دبي. دبي ما توقف، اذا طالما دبي تمشي انا امشي معاها. حلمي اليوم اكسبو. اوكي، والحمد لله اني انا سجلت تعاقدنا مع اكسبو ان شاء الله، والعقد ساري الى 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 يوم الى يوم الى يوم بدايه اكسبو. ومثل ما قلت احنا جزء من منظومه، فدام انها دبي تمضي نحن نمضي معها. وانت مستعد عاوزين نعرف الجمهور. اكسبو هو معرض هيتعمل على ارض الامارات، هو بيتعمل يعني ده ايفنت بيتعمل كل كام سنه، بيبقى في بلد، البلد هي بتقدم ملف لاستضافه الاكسبو. الاكسبو عباره عن معرض كبير هيضم كل المجالات من شتى بقاع الارض. كل الناس دي بتيجي بتستمر هنا لمده 6 شهور تقريبا في المعرض ده، ومنهم صناعات كبيره وصغيره ومتوسطه. اللي هيستمر منهم واللي هياخد عقود هو اللي هيفضل في البلد. تقريبا انتوا بتتوقعوا 27 مليون نسمه من خارج الدوله بحلول 2020، وكانت انا من رايي الامارات جديره بان هي تفوز بالملف ده. ان شاء الله ربنا يوفقك، يعني قول لنا بقى استعداداتك عن اكسبو ده عشان نعرف. عايزين احنا راح نشوف ان شاء الله جدول اعمال اكسبو، شو الفعاليات اللي راح تصير فيه، وراح نختار الفعاليه اللي تناسبنا احنا كحجمنا، ونكون على يقين ان احنا نقدر نؤدي الواجب فيها باعلى المعايير، ونقدم عليها، والباقي ان شاء الله عند الله اذا اذا وافقت. لان اكسبو مجموعه فعاليات في نفس في نفس في نفس اللحظه. بس وجودك في اكسبو في حد ذاته لفت انتباهي، يعني الشركه اخذت من افضل 100 شركه. نعم. ووجودك في اكسبو فده في حد ذاته معناه ان انت مبتكر في مجالك. المجال بس مش يعني انا بصراحه معلوماتي عن الامن والحراسات وتأمين الفعاليات هو بيقتصر جدا على الافراد الامنيه. لكن انا ما اعرفش ايه كميه الابتكارات اللي انتوا اللي انت عملتها. انت هي انت تحضر الحفله ما تنتبه عليها. مش انا مش إذا, إيه. اذا ما انتبه اذا ما انتبهت عليها معناته ان الشركه قاعد تأدي واجبها على اكمل وجه. بالضبط، يعني أنا حاجه مختلفه تماما. انا 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 مش لازم اتعرف عليك بالحفله، انا كشركه امنيه مش لازم اتعرف عليك انت كزائر الحفله. مهمتك لا انا مهمتي انك انت تكون مرتاح ومش داري باللي وراك.
كمان القانون هنا يعني اتباع للناس للقانون حاجة مهمة جدا. انت قلت لنا انه ممنوع بناية تجيب هي عامل الامن ويدخل يحرس البناية، لازم يكون عنده شركة هو تابع ليها والشركة دي مقدمة كل الملفات بتاعتها للداخلية او لشرطة دبي. هذا الحكم، هذا القانون مش بس على موظف الامن، لا على كل الموظفين. يعني ممنوع الموظف من دون كفالة يشتغل في شركة ثانية. لازم يكون موظف بعقد على أساس أنه في نهاية اليوم يعني تحمي حقوق الموظف نفسه. بالضبط. وانت بتحمي حقوق الموظف وحقوق اللي بيأمنه الموظف. نعم. حصلت حاجة غلط ليه مرجع بترجع لي. صح كده؟ فهي دي الفايدة من الموضوع. غير كده بيبقى مضر. حابين قبل ما نختم معاك اللقاء تنصح الشباب العرب اللي بيشوفونا يبتدوا من فين وازاي وكل واحد يحط حلمه قدامه ويحققه. ابدأ. ده حقيقي. ابدأ يعني ما عليه. في مراحل نحن كشركه يعني هنا في تاريخ الشركه هذه مرينا في 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 مراحل، مراحل حلوه ومراحل مره. لكن الشيء المشترك ما بين المرحلتين انه هو احنا كملنا المسيره وان شاء الله اذا الله اعطانا طوله العمر ان شاء الله راح نكملها. احنا بنشكرك وان شاء الله نيجي ونقابلكم تاني. يا مرحبا وسهلا. ونشوف تطور جديد لشركتكم. ان شاء الله. ميرسي جدا. شرفنا بيك يا استاذ سيف وانا استمتعت بالكلام في الموضوع ده. ان شاء الله ربنا يعني يديكم من الخير وتطوروا اكتر. يا مرحبا. We'll be right back.